تقول أذكر أنني وعدت امرأة بشيء ولم أعطها إياه، وأنا الآن نادمة جدا. فما العمل علما بأني لا أتوقع أن تتوفر ظروف لرؤيتها أبدا. إذا كانت تعذرت رؤيتها فلا شيء عليك في ذلك، وأما إن كانت موجودة فالأولى أن تنفذي ما وعدت من ذلك إذا كان شيئا مباحا وفيه نفع لهذه المرأة، لأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم هجر، وإذا عاهد غدر. إخلاف الوعد من صفات المنافقين، فمهما أمكن أنك تفين بالوعد فإنه ينبغي الوفاء به. بعض العلماء يرى وجوب الوفاء بالوعد لهذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في إخلافه. نعم.